جامعة هليوبوليس الجامعة الخضراء والأرض الخصبة للمشاريع إنها تطبق فوق والتميز نحو الجوائز نحو المسابقات نحو المؤتمرات والمعارض حاجة بنعملها بإيدنا حاجة مميزة هي دي جامعة هليوبوليس. جامعة هليوبوليس في تأسيسها إنها جامعة لا تهدف إلى الربح، وقد يتعجب الكثيرون جامعة خاصة لا تهدف إلى الربح. الحقيقة لو تحقق ربح في جامعة هليوبوليس فهو يضاف إلى جامعة هليوبوليس من خلال تحديث الأجهزة وإضافة خدمات للطلاب، بحيث أن طول الوقت يبقى فيه تطوير في العملية التعليمية والعملية الخدمية اللي بتقدم للطلاب. يعني ايه تنمية مستدامة؟ التنمية المستدامة هي الأربع محاور لأي مجتمع اللي احنا كلنا عايشين فيه: المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور الثقافي، والمحور البيئي. واحنا في جامعة هليوبوليس بنحاول نجد حلول ناشطين، طلبة، أساتذة مهتمة بأسئلة التنمية المستدامة. كلية إدارة الأعمال والاقتصاد في جامعة هليوبوليس تعتمد بصفة أساسية على الجانب العملي، وهو تطبيق الجانب النظري. استضافة دكاترة وأساتذة من الجامعات الأوروبية لتبادل الخبرات، خصوصا في مجال إدارة الأعمال، بتلاقي إن الخبرات في دول الاتحاد الأوروبي بتختلف تماما عن الخبرات الموجودة داخل مصر. التعليم دلوقتي بيعتمد على الخبرة، مش بيعتمد على المعلومة النظرية. Exchange Program أو تبادل الطلاب، عندنا برامج عديدة لتبادل الطلبة مع بعض الشركاء من الدول الأوروبية في الجامعات الأوروبية، فبنبعت طلبة كلية إدارة الأعمال لهذه الجامعات، وكمان بنستقبل طلبة من هذه الجامعات في جامعة هليوبوليس. أنا من الطلاب اللي سافروا جامعة زويد في هولندا. انا الاكسبيرينس بتاعتي هناك ان انا اتعاملت مع كالتشرز كتيره هناك، منهم عرب ومنهم اجانب. تيم ورك كان هناك مختلف، وكان في كالتشرز مختلفه وناس من بلاد مختلفه كنت بتعامل معاهم. من الحاجات اللي لفتت نظري في جامعه زايد طريقه التدريس بتاعتهم، انها معتمده اكتر على التطبيق العملي اكتر من النظري. الو، انا اسمي جينيفر، انا من هولندا وادرس اللغه العربيه في جامعه هليوبوليس. What I really love about this university is the core program. It gives me the opportunity to meet lots of new people from other faculties and to broaden my knowledge in different subjects. What I really love about this university is that whenever we need anything, there are many people here who can help us. أنا اسمي محمد عمر وخريج جامعة هليوبوليس، وأول ما اشتغلت في الجامعة اللي أنا اتخرجت منها. التسخين بالطاقة الشمسية، العربية الكهربائية تحولت من عربية بنزين، المباني اللي عليها طاقة شمسية أعلاها، محطة صرف، معالجة صرف الصحي، تحلية مية البير، والسي اس بي يولد طاقة من الشمس. مجموعة من كلية هندسة اشتركنا مع شباب في مشروع التخرج بتاعهم، حولنا عربية بنزين لعربية كهرباء. الفكرة فيها والمميز فيها ان هي بتتشحن من اي كوبس عادي في اي مكان. الميزة كمان ان احنا ما بنصنعش، احنا بناخد العربيات القديمة اللي ممكن تترمي او ممكن ما بتشتغلش تاني، او الحاجة بتاعتها استهلاكت ما عادتش صالحة، ان احنا بنحولها لعربية كهرباء وبنشغلها بطريقة بسيطة جداً.